بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. هقرأ جزء من إنجيل معلمنا متى الإصحاح 25 في العدد 14 في مثل الوزنات. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحد 5 وزنات وآخر 2 وآخر 1، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخريين. أما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني هوذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني هوذا 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت 1 في الأرض، هوذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت أخذ الذي لي معاربة، فخذوا منه 1 وأعطوها للذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، أو من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن روح الكسل أو صور أو روح الفشل بمعنى أوضح، وتكلمنا عن الفشل في صوره وكيف يأتي بروح اليأس أو روح التخويف أو روح الكسل، وإزاي إن إنسان يحتل ذهنه وفكره وحياته روح الكسل أو روح الفشل. وزي ما ذكرت معاكم في الأسبوع الماضي إن كلمة فاشل كلمة مزعجة لأي إنسان، وكلمة محطمة للإنسانية. وكلمة فاشل مش عشان شخص، ده ممكن الكلمة دي تطلق على كيان، على عمل، على مصنع، نقول عليه مصنع فاشل، أو على تعليم، أو على أي شيء. وقلنا إن هذه الكلمة كلمة الفشل، وهي كلمة لا يقبلها الإنسان في أي زمان، ولها صور اليأس أو تكسير المقاديف زي ما ذكرت ويا حضراتكم، أو التخويف، واحد يخوف واحد، أو كمان التشويش أو الكسل بصفة عامة.
النهاردة عايز أكمل في هذا الموضوع ولكن أتكلم من الناحية الإيجابية. بدل ما الإنسان يمتلئ فكره بروح الفشل، السؤال أو التأمل بتاع النهاردة كيف يكون للإنسان فكرا إيجابيا، فكر إيجابي. فكر إيجابي بمعنى أنه يكون فكره سليم. هو ممكن الواحد يكون فكره غلط، ممكن خالص، ممكن إنسان يكون بيفكر غلط. وبيفكر غلط هنا لها وجهين. في واحد بيفكر غلط أحيانا، وفي واحد بيفكر غلط دائما، وهذه مشكلة. طبعا التفكير الخاطئ بأشكاله الكثيرة له أشكال عديدة، فمثلا التفكير السلبي أو التفكير الناقص أو التفكير النظري أو التفكير المتأخر. يعني كان مفروض ياخد إجابة النهاردة أو يفكر دلوقتي في حاجة، يفكر بعد وقت، يضيع الوقت. وكل ده له أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. أو واحد يكون تفكيره ضيق أو نظرته ضيقة، ده فضلا على أن في بعض الناس تفكيرها مخادع أو تفكيرها ملتوي، أو تفكير في شكل من أشكال الكذب أو عدم الاستقامة. طب مع ده كله كيف يعيش الإنسان؟ قبل ما أدخل في شرح للموضوع بصورة أوضح شوية، عايز أتكلم وياك على هؤلاء أصحاب الوزنات. ده مثل قدمه السيد المسيح وهو بيشرح لنا هذا المثل، والمثل ده بنقراه في يوم الثلاثة البسخة. وفي وضعيته هنا هو قبل أحداث الصليب على طول. واحد جاب ثلاثة وقال له اتفضل انت خمس وزنات، وتفضل انت اتنين، وتفضل انت واحد. ليه يا رب اعطيت خمسة واتنين وواحد؟ ربما بحسب امكانيات هذا الانسان، ده امكانياته خمسة، قدراته ده امكانياته اتنين، ده امكانياته واحد. لكن ليس الفيصل في عدد الوزنات، مش ده المهم. لكن المهم في كيف يفكر الإنسان في هذه الوزنة أو هذه الوزنات. طيب اللي خد خمسة عملت فيها إيه؟ قال من ساعة ما أنت عطتهاني أنا خدتها وفكرت كويس إزاي أستثمرها، وإزاي أستثمر بقيمة 100%، وعلى هذا الأساس ابتديت أستخدمها وما ضيعتش ولا دقيقة، وكانت النتيجة نتيجة ممتازة، حققت خمس وزنات أخرى. تفضل الخمسة، وتفضل الخمسة الربح. فيستمع إلى مدح وتطويب ليس للتجارة في الوزنات، ولكن لفكره الصائب، الفكر الإيجابي في استخدام هذه الوزنات. يقول له المسيح كده نعما نعما، يعني برافو أو طوباك، أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير. أنت كده حققت شهادة رائعة، أدخل إلى فرح سيدك. نتيجة لا يوجد أفضل منها، والدعوة لهذا الفرح من فم السيد نفسه. تصور لما المسيح يدعوك بنفسه وبيقول لك اتفضل ادخل إلى فرح سيدك. الصورة الطيبة دهيت والطريقة الإيجابية في التفكير هي التي مدح عليها السيد المسيح صاحب الوزنات الخمسة. مش عشان خمسة، مش عشان ربح خمسة تانيين أبدا. في نفس التوقيت اللي خد وزنتين
قال له ربحت وزنتين وتاجرت بيهم وكسبت عليهم اتنين، خدت وزنتين وربحت اتنين. فقال له نفس النتيجة، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. وده يأكد ليكم أن مش مهم هو العدد، عدد الوزنات، أما صاحب الوزنة اللي كان مفروض يشتغل بيها وهو واخد بنسبة 20% من الخمس وزنات التانيين، يعني العملية مريحة وهي خالص. ولكن لأن له تفكيرا خاطئا، أرجوكم تقفوا عند النقطة دي، لأن له تفكيرا خاطئا لم يحسن استخدام الوزنة. قد يكون خادما في الكنيسة وليس له تفكيرا صائبا، لا يحسن استخدام الوزنة. قد يعطي الله للإنسان الصحة ولكن لا يحسن استخدام هذه الوزنة، أو العمل أو الأسرة أو الخدمة بأي صورة من الصور. صاحب الوزنة لما خدها ابتدى يفكر تفكيرا خاطئا، حط في ذهنه شوية أفكار خاطئة. قد علمت أنك سيد قاس، إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع، ظالم يعني، وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت منك ومضيت وخدت وزنتك وقلت أنا مش عايز وجع دماغ، وحطتها في الأرض، تمرتها في التراب، عايزها أهو تفضل هذه الوزنة. ونقول بقى مش ربحت وزنات أخرى، بيقدمها له بالتراب. وهنا مأساة الإنسان، مأساة الإنسان الذي يعطيها الله ولكنه في نفس الوقت يفكر خاطئا. الأفكار الغلط دي بتيجي منين؟ طبعا كلنا عارفين أن العقل ده عطية من عند الله، وفي الكتاب المقدس يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، الفكر. وعلى رأي القديس بولس الرسول لما يقول أما نحن فلنا فكر المسيح، إزاي فكرك يبقى فكر المسيح وفكر الكتاب؟ أفكار الإنسان بتيجي منين؟ أول موضع تنبع منه أفكار الإنسان قلبه وذاته، من جواه هو يفكر. يفكر في ضوء اللي بيسمعه، في ضوء اللي بيشوفه، في ضوء الحواس اللي عمالة تجمع من المجتمع، من الأصدقاء، من الإعلام، من الميديا، من اللي بيلمسه، من اللي بيشمه أحيان أي روائح معينة، من اللي أحيان يدوقه. تأتي للإنسان أفكار، ودايما يسموا كده الحواس مداخل المعرفة، مدخل المعرفة عند الإنسان. كمان الأفكار بتيجي من الأصدقاء. أصدقائك يا ترى شكلهم إيه؟ وليس أصدقاء البشر فقط، ولكن أي صداقة، يعني ممكن الموبايل في إيدي ده بس صديق بتاعي، بس يبقى صديق شرير مثلا. فالمعاشرات الردية التي تفسد الأخلاق الجيدة كلنا نعرف كده. وبحسب أصحابك تكون أنت إيه، شكلك إيه. وقل لي من هم أصدقائك أقول لك من أنت. كمان الأفكار بتجينا من الشيطان، بيبذر أفكار في ذهننا من إغراءات العالم. كمان الأفكار بتجينا من الحروب، أحيانا من الأحلام، أحيانا من الأحداث اللي قدامنا. الخلاصة أن الإنسان معمل للأفكار، معمل. أفلاطون له عبارة فلسفية أحب أقراها قدامكم، يقول كده: مجانين إذا لم نستطيع أن نفكر.
ومتعصبون إذا لم نقدر أم نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر. يعني الفكر ده نعمة وزنة، بس بتستخدمها إزاي؟ هو السؤال هنا المهم خالص. هدي لك صورة أخرى من صور البشر اللي أحيانا يفكروا غلط، والحكاية دي مهمة جدا لنا كلنا، أن الإنسان يراجع أفكاره باستمرار. مثلا التلاميذ هم ماشيين ويساد المسيح في صحبة المسيح، ابتدى يجي لهم فكر من هو الأعظم؟ مين هو الأعظم؟ تلميذ بيسأل تلميذ، هو مين الأعظم فينا؟ هي مجرد فكرة، والفكرة مش تنحصر في عقل واحد، لا تبتدي تنتشر بين اثنين ثم ثلاثة ثم الاثناشر. هو مين الأعظم فينا؟ ويبتدي السيد المسيح مش يرد رد مباشر عليهم، يقيم لهم مثلا ويوقف قدامهم طفل صغير يمتلئ بالبراءة وبالبساطة وما فيهوش هذه الأفكار الخاطئة، عشان يجاوب عليه. أيضا من الناس اللي فكرت غلط أو فكرت بطريقة متأخرة العذارى الحكيمات والجاهلات. دول انتظروا ودول انتظروا، ودول سهروا ودول سهروا، ودول جابوا مصابيح ودول جابوا مصابيح، ولكن المأساة كانت في فكر متأخر، هو نجيب الزيت دلوقتي ولا لما يبقى يجي العريس نبقى نجيب الزيت. هي نفس الفكر، لم يحسنوا التفكير تفكير صائب في هذا المثل. وعشان كده لما جه المسيح أو العريس في المثل يعني قال والمستعدات دخلنا معه إلى العرس. ليه؟ هم مش دخلوا عشان الزيت أو المصابيح أو أنهم كانوا سهرين، هم دخلوا كمان العرس عشان كان تفكيرهم صح. تفكيرك صح. طب والتانيين جم يقرعوا الباب، ربنا ربنا افتح لنا، قال لهم ما عرفكمش، وكانت نهاية مؤلمة. ليه؟ لأنهم فكروا بطريقة خاطئة أو فكروا بطريقة متأخرة. طبعا الكتاب فيه حاجات كتيرة، فيه أمثلة كتيرة، لكن أنا عايز أقف وياك قدام آية تشرح هذا التفكير الجيد. كيف يكون تفكيرك جيدا؟ كيف تمتلك معايير التفكير الجيد؟ في لوقا 14 في عدد 28 بيقول كده المسيح، ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ خد بالك الآية دي فيها خمس أفعال. من منكم وهو يريد، واحد، أن يبني، اثنين، برجا، ألا يجلس، ثلاثة، أولا ويحسب، أربعة، يحسب النفقة، وخمسة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ والآية دي ممكن تضع لنا خط عام لمن يريد أن يفكر جيدا. أول حاجة يريد، من منكم يريد، والإرادة هنا تعني حضور الإرادة المستقيمة، يعني تكون أنت شخص زي ما بنقول في كلامنا العام كده، نيتك صح، نيتك سليمة، نيتك ما فيهاش خبث، ما فيهاش مكر، ما فيهاش خداع، ما فيهاش لعب بالألفاظ، ما فيهاش وجه خفي، نيتك سليمة.
يريد هنا يعني أنه يمتلك إرادة عاقلة ومستقيمة، وهذه الإرادة هادفة، بيفكر في شيء هادف عايز يوصل له. زي بالضبط لما واحد يقول وهو طفل صغير كده أنا عايز أطلع مهندس، فبيبتدي يجتهد في الرياضة ويبتدي يتشطر فيها، وحاطط قدامه شكل معين رغبته في هذا الشيء في هذا الهدف، وفي نفس الوقت أسرته بتساعده ومدرسته بتساعده ومدرسينه بيساعدوه، وهو صاحب استقامة يريد. فأول شيء علشان يكون فكرك جيدا أن يكون لك هذه الإرادة الصالحة، والإرادة الصالحة دايما نقدسها بالصلوات. في سؤال كتير الناس تسأله لنا، هو إزاي أعرف إرادة ربنا؟ سؤال كتير بنسأله بيتسأل لنا. كإجابة عامة في معرفتك لإرادة الله، يجب أولا أن تقدس إرادتك بالصلاة، لأن إرادتك دي اللي هتختار، وتقدس إرادتك بكلمة الله. طالما إرادتك دي مقدسة هتقدر وهتعرف تبتدي بداية صح، تبتدي بداية صح. دي نمرة واحد، الإرادة العاقلة المستقيمة أو النية الخالصة. نمرة اثنين، من يريد، من منكم وهو يريد أن يبني، كلامنا اللي بيطلع مننا ده اللي بنفكر فيه، ما كأنك بتبني بيه. يعني الأب اللي بينصح ابنه ما هو بيبني ابنه، والمدرس اللي واقف يعلم في المدرسة ما هو بيبني تلميذه، والخادم اللي بيعلم بنفس الصورة بيبني. كلمة بناء يعني ارتفاع، يقول لك أنا هبني بيت، البيت ده دور اثنين ثلاثة زي ما يكون، لكن معناها ارتفاع نمو. فأول حاجة في هذا البناء الذي تريد أن تبنيه بكلامك بفكرك أن يكون بناء مرتفعا بيكبر، مش بناء في التراب. وكلمة بناء يعني إضافة، أنت بتضيف حاجة، فكلامك معناه إضافة جديدة. أحيانا نبقى في مؤتمر أو في اجتماع وبعدين واحد يقف يقول فكرة، وبعد مثلا 5 دقايق واحد يقف يقول نفس الفكرة، كانوا بيكرر نفس الكلام ما فيهوش إضافة، يبقى معناه اللي بيقول نفس الكلام ده أنه مش بيفكر صح، مش حاضر حضور صح. يبني يعني بناء يرتفع، فيه إضافة وأيضا فيه فائدة. الكلمة اللي بتقولها أو اللي بتفكر فيها أو اللي بتحكم بيها على الأمور يجب أن يكون فيها فائدة، وفائدة إيجابية. وكلمة فائدة يعني عقلك بيوزن الكلمة دي تتقال ما تتقالش بصورة تانية باختيار لفظ تاني. ما هو أنت بتبني. كلامنا ويا بعض أيها الأحباء عبارة عن بناء، فالكلمة محسوبة على الإنسان، كلمة الواحدة شكلها إيه؟ يبني. من منكم يريد حضور الإرادة المستقيمة الهادفة؟ يبني، يبني بأفكاره بالألفاظ اللي بيستخدمها. نمرة ثلاثة، يقول هنا من منكم وهو يريد أن يبني برجا يجلس. يجلس جاي من كلمة مجلس، مجلس يعني فيه ناس. إيه كلمة يجلس دي؟ يجلس يعني أولا يدرس. ما تتكلمش كلام كده أنت مش عارفه، ما تحطش نفسك في مواضيع أنت مش فاهمها. وده اللي بنشوفه في ناس كتيرة، يبقى في أي موضوع مثلا مصار في المجتمع تلاقي أي واحد يتكلم فيه أي كلام. يعني مثلا يقول لك إيه،
في ناس كثيرة مش لاقية شقق، أو في ناس كثيرة ساكنة في عشوائيات. طب الحل إيه؟ يقول لك الحل نبني شقق، نبني عمارات، وده حل بسيط خالص. لكن هذا الحل دون دراسة. فين الأرض؟ فين المال؟ فين الإمكانيات؟ فين مواد البناء؟ فين المهندسين اللي بيخططوا؟ فين العمال اللي بيشتغلوا؟ صلاحية المكان. فكلمة يجلس هنا يعني الشخص قبل ما يتكلم لازم يكون عنده دراسة معينة. أحد متاعب مجتمعنا بصفة عامة في مصر إن أي قضية بيظن ملايين من البشر إنهم بيفهموا فيها، وكل واحد يقعد يتكلم فيها، وقعد بقى يقول أي كلمة، أي موضوع، أي حكاية ويحكم. وأنا في الصورة دي بيعجبني مثل لطيف قوي كلكم بتحبوه اسمه الفاضي. يعمل إيه؟ قاضي. تصور بقى القاضي هذه المرتبة الجليلة في أي مجتمع، واحد فاضي يحتلها. فاضي إيه؟ عقله فاضي، مشاعره فاضية، وقلبه فاضي، وعلمه فاضي. طب ده هيبقى قاضي إزاي ده؟ هيحكم إزاي؟ فتلاقي في المجتمعات كل شخص يتكلم في أي قضية حتى وإن كانت القضية لا تخصه على الإطلاق، وبنسميها الحكاية ده هي ادعاء المعرفة، وهذه خطية كبيرة جدا أنك تدعي المعرفة فيما لا تعرفه، بس عايز يبان من بره أنك بتعرف. وده اللي بينطبق عليه المثل من بره ومن جوه يعلم الله. هو من بره عارف، يبان انه عارف، يبان انه بيتكلم، لكن في الحقيقه هو لا يعرف شيء. مثلا من الاشخاص اللي يتكلموا او النوعيه من الاشخاص اصحاب التفكير الناقص ده، لما يجي واحد يحكم على الامور بصورة عامة، بأي صورة، يعني يقول لك مثلا الحاجة الفلانية ده هي البيت الفلاني ده وقع، وقع لأي سبب، قديم أو إنشاؤه فيه تقصير معين، فيروح يتهم كل طائفة الناس اللي بتبني بيوت إنهم ما بيفهموش. إزاي تعمم كده؟ أو لو واحد مسؤول في مكان ما ووقع في جريمة سرقة، فيوصف كل الناس بهذه الصورة. التعميم، التعميم المخل اللي أحيان يحكم فيها على الأمور بلا روية، بلا روية. وهكذا لما بتشوفوا كده في المجتمعات، في مجتمعنا تحصل أي مشكلة، أي مشكلة، كل مجتمعات الدنيا بيحصل فيها مشاكل، وحاجات بتزيد وحاجات بتنقص، وهكذا الحياة. فساعة ما تحصل أي أزمة في أي موضوع تسمع أصوات عجيبة بتتكلم وتدعي المعرفة في كل شيء. دايما يقولوا كده، اللي ساكن في الدور الأرضي بيشوف بقدر غير اللي ساكن في الدور العاشر، شيء طبيعي. دايما المسؤول له رؤية أوسع. لكن من الأخطاء التي يقع فيها العقل أيضا أنني أشكك في المسؤول، أي مسؤول صغير أو كبير أشكك فيه. وبعدين بعد ما تشكك فيه، ما أنت أصلا ما تعرفش، أصلا ما بتفهمش في الحكاية ده هي. لكن أحيان ذات الإنسان تمنعه من أنه يصمت بدلا أن يتكلم في موضوع ما يعرفوش. يجلس، يجلس يعني يدرس كلامه اللي بيقوله، لازم كلام مدروس. ويجلس كمان معناها أنه بياخد مشورة،
قاعد في مجلس وبياخد مشورة، زي بالظبط لما يبقى في شخص أو أشخاص في مكان ما يعرفوش في الهندسة وبعدين يعملوا أي إضافات معمارية في أي مكان وهو ما يعرفش وممكن تأتي بخطورة. لكن من يجلس معناه يدرس ومعناه يستشير آخرين، ولكن أيضا يكون صاحب قرار صائب في وقته. التفكير الصح اللي بيقول الكلمة في مكانها، يقول لنا في سفر الأمثال: كلمة مقولة تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في أوانها أو في وقتها. أحد علامات التفكير إن الشخص يعرف يتكلم إمتى ويعرف يسكت إمتى ويعرف يقول الحكاية دي إزاي أو ما يقولش الحكاية ده، هي هو ده التفكير السليم. فهنا لما بيقول يجلس هو يريد ويبني ويجلس. يجلس يعني يدرس، يجلس يعني في مشورة في استشارة، ويجلس يعني بيقدر الوقت المناسب لأنه يأخذ قرار. في أحيان واحد يسيب الأمور عايمة. بعض الناس يقول لك هي عايمة ده حل؟ لا، هو مش حل طبعا، لكن ممكن عامل الوقت يكون له أهمية في بعض الموضوعات. يبقى يريد إرادته الصح ويبني الإضافة والفائدة، ويجلس الدراسة والمشورة. نمرة أربعة إنه يحسب. يجلس أولا ويحسب النفقة. وكلمة يحسب دي أيضا لها مدلولات كتيرة، لكن من أهمها إن واحد بيخطط كلامه. ما في واحد يقف يتكلم يقول أي كلام، أو يقعد في جلسة أو في مجلس أو في برنامج يقول أي كلام ملوش أي معنى ملوش أي فائدة. لكن في واحد بيخطط، زي بالضبط الأب الكاهن لما يقف يقول عظة، أو خادم الاجتماع لما يقف يقول كلمة في الاجتماع. إن ما كانتش الأمور منظمة ومبنية ومخطط لها جيدا ما تجيبش نتيجة خالص. لما تقروا كده مثلا عظة القديس بطرس الرسول يوم الخمسين، تلاقيها في منتهى النظام. لما تيجي تشوف العظة على الجبل السيد المسيح في إصحاحات متى 5 و6 و7، ليها منظمة، مش يقول موضوع وبعدين يخلص موضوع وبعدين يرجع الموضوع التاني، وتلاقي الأمور متداخلة. زي ما بقول لك هو بيبني. فكلمة يحسب النفقة يعني يخطط، يخطط جيدا للكلمة اللي هيقولها. ده أحيان في تربية أبنائنا لو أنا قلت له أن أنا مخصمك عشان أنت عملت كذا، الكلمة ثقيلة. أو لما أقول له أنا واخد على خطري منك، أو بفكر أزعل منك، للأطفال الصغيرين المعنى وراء كل كلمة من دول كبير عند الإنسان. مخصمك دي يعني قطعت العلاقة، لكن يعني واخد على خطري دي كلمة لسه دفء العلاقة قائم، سواء أب وابنه أو زوج وزوجته أو أخ وأخوه إلى آخره. يخطط. ثم أيضا وهو يحسب النفقة يضع برنامج: هعمل كده ثم كده، هقول كده ثم كده ثم كده. مش أي كلام، ما هو الهوى بتاع الكرة الأرضية مليان كلام، مليان كلام، كل الناس بتكلم، وأكتر فعل بيعمله الإنسان في يومه هو الكلام، سواء يتكلم أو يسمع، سواء يقرأ أو يكتب، أهو كله كلام. لكن يا ترى هذا الكلام ينبع من فكر جيد، فكر صح؟ زي بالظبط واحد يقول إيه،
الشغلانة دي مش جايبة يعني مرتب كويس، أنا هسيبها. كويس، حقك طبعا تسيبها، بس هتسيبها وتروح فين؟ السؤال هتروح فين؟ هل في أفضل؟ طب هل درست الأفضل ده كويس؟ هل العمل اللي انت فيه فيه مميزات ربما مش مادية، معنوية، مش موجودة في الحاجة الجديدة؟ أما ان واحد يفكر كده ويسيب عمله؟ أنا أتذكر قصة لطيفة قوي، إن كانت شركة أجنبية تعمل في مصر، والقصة دي بقالها سنين يعني كتيرة شوية، وكان بيشتغل فيها 5 محاسبين شباب خريج كلية التجارة، وكان كل واحد بياخد 200 جنيه مرتبه في ذلك الوقت. وبعدين تعين مدير جديد أجنبي لهذه الشركة، فلقى 5 محاسبين، وهي شركة مش كبيرة، ما هيش يعني مش محتاجين، لكن الشركة ما تقدرش تطرد أي واحد لأنها تدفع تعويض. فهذا المدير عمل شيء غريب قوي، جه في يوم الصبح واختار واحد منهم شاطر ونشيط، وحس كده انه ممكن يحمل العمل كله، وطلع قرار وقال قررنا تعيين فلان محاسبا في الشركة زي عمله يعني بمرتب 1000 جنيه. الأربعة التانيين طبعا تعبهم هذا الأمر جدا، فراحوا في ثورة غضب، وفي ثورة الغضب قدموا استقالتهم. كويس، وضيعوا نفسهم ايه اي تعويض كانوا هياخدوه، خلاص الشركة نفسها ما خسرتش حاجة، كانت بتدفع 1000 مقابل 5، بتدفع 1000 دلوقتي الواحد، والواحد بقى ده بقى حافز كبير له، وبقى واحد بيفكر التفكير الإيجابي. فهنا يحسب، يخطط، ويضع برنامج عمل واضح، هذا في خدمتنا، في مجتمعنا، في وطننا، واحد بيفكر. زي مثلا واحد يقول ايه، احنا عندنا مشكلات في التعليم، مشكلات في الصحة، ومشكلات في وفي وفي اي مجتمع فيه كده. وبعدين لما الدولة تبتدي تفكر في مشروعات عملاقة، شو بقى التفكير المنحرف، يقول احنا مش عايزين مشروعات عملاقة، احنا عايزين الناس تاكل وتشرب. طب ما المشروعات العملاقة دي علشان تخدم الأجيال اللي جاية، وبعدين في مشكلات مش هتحل بين يوم وليلة. يعني مثلا لو جينا في مشكلة زي مشكلة التعليم، مش هتحل في سنة ولا اتنين، ده عايز جيل 20 سنة. فالإنسان اللي بيفكر صح يقول نعمل مشروعات كبيرة ونعمل مشروعات صغيرة. الإنسان اللي بيفكر صح، الإنسان اللي بيفكر تفكير ناقص، يعتبر إن حاجة أهم من حاجة، أو حاجة ملهاش لازمة قدام حاجة أخرى. يعني مثلا القاهرة، القاهرة اللي قارب سكانها 20 مليون، تعيش أجواء التلوث والزحام الشديد. لما البلد تفكر أنها تعمل عاصمة جديدة وتفرغ من الازدحام اللي موجود، هدف نبيل جدا، وهدف يعود على ملايين من البشر بالصحة، شيء رائع. يجي واحد يقول لك العاصمة الجديدة مش عايزينها دلوقتي، واحد بيفكر تفكير خاطئ. وقيسوا على هذا في المجتمع حاجات كتيرة جدا، وبرضو في الخدمة وفي الكنيسة، وعلى المستوى الصغير والمستوى الكبير. يحسب، يخطط جيدا، يضع برنامج عمل، وأيضا يحسب قيمة الوقت. حاجات كتيرة لو كانت اتعملت في وقتها كانت تبقى أرخص 10 أضعاف منها تتعمل النهاردة. وخطوات لو كانت اتخذت في وقتها كانت تبقى تأتي بنتائج أفضل كثيرا جدا منها تيجي متأخرة. أحيانا الواحد يوصفوه كده، يقول لك فلان ده كلامه low and slow. لو يعني قليل، وسلو يعني بطيء. رد فعله، كلامه، حكمه على الأمور،
قليلة وبطيئة. وحياة الإنسان مش كده. إذا ما كانش التفكير في وقته وبحجمه وبقوته وفعاليته، يبقى الإنسان تفكيره خطأ. آخر نقطة، يريد يبني، يجلس، يحسب آخر حاجة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ اللي هو يراجع أو يقيم العمل اللي هيعمله ده. بيراجع مرة واتنين، هقدر أعمل البرج؟ هقدر أبني؟ هقدر كلامي ده له فاعلية؟ له رد فعل جيد؟ هل الكلام ده يصنع سلام؟ هل الكلام ده يفيد الآخر؟ عشان كده، هل عنده ما يلزم لكماله؟ واحد بيفكر في الكلام، يا ترى الشخص اللي بكلمه ده، اللي بتحاور وياه، هو بتاع الكلام ده؟ ولا الكلام ده بتاع حد تاني؟ ما لازم الشخص أختار له الكلام المناسب له، شيء طبيعي. من يومين كان بيزورنا سفير غانا الجديد هنا في مصر. فطبعا أول ما عدت وياه، أول حاجة أقولها له إيه؟ قلت له طبعا احنا فاكرين نكرومة ده أيام جمال عبد الناصر، وكان رئيس غانا، بس زوجته كانت إنسانة قبطية فتحية. وبالتالي ساعة ما مجرد أذكر الحكاية دي، الراجل بقى في حالة من الانبساط الشديد جدا، لأن عارف تاريخ بلاده وهكذا. أقصد أن الشخص الذي تكلمه وتفكر أمامه يستوعب ما تقوله. وانت بتراجع كمان كلامك، يا ترى كلامك ده كلام في الهوى ولا كلام عملي؟ كلام يتنفذ؟ كلام صح؟ ولا انت على رأي مرة بيسألوا واحد كده من اللي بيترشحوا في أي انتخابات محليات يعني، أو مجالس الشعب، أي انتخابات نواب أو أي حاجة زمان، فبيسألوه بيقول لهم أنا هخلي الناس كلها تبقى شبعانة. قالوا له إزاي؟ ده احنا عندنا فجوة طعام كبيرة. قال لهم لا، ما أنا هخلي لهم البحر طحينة. فالبحر طحينة، طب هيخليها إزاي طحينة؟ وحتى لو عملها طحينة، طب هياكلوا الطحينة بإيه؟ واحد بيتكلم أكتر من حجمه. يراجع ما يقوله، يؤكد على إمكانية تنفيذه وطريقته العملية، ويعمل على تتميم العمل، تتميم الكلمة، ويكون في النهاية قد الكلمة اللي بيقولها. ما يتكلمش سمك في مية، ما يتكلمش كلام في الهوى. واحد قد الكلمة اللي بيقولها. والإنسان الذي يحفظ شرف الكلمة تفكيره صائب وتفكيره دقيق، بالذات لو كان كل فترة بيقدر يراجع فيها نفسه. روح التفكير الإيجابي، ارفع قلبك باستمرار وقول يا رب اديني ان انا افكر صح. من قراءاتك، من إنجيلك، من المعرفة الواسعة النقية، اعرف كيف تفكر تفكيرا صائبا. ولقيت نفسك وكن دقيق مش قادر او مش عارف، الصمت افضل، ولا تتكلم او تحط نفسك في موضوع. ودايما افتكر المثل اللي بيقول الفاضي بيعمل قاضي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. سمون موه مفيارو مريبك نايم تكيريني وين سوتم بي سوتم مون وون اينان اكيت خيرس مو سيستم ات وي بنت ملشيز تيمت خلو ينت ياغو بينو غنا انت ما تو صالا بكات يصوت بنت دافيد تي سوفيا انت بابن مام بارك ليتون في طف اي جين يا ابو ستولوس بشوسف اي اري ابون خنم بتاو اي رطفن بنيوت الطايوت نار شيرف سي بابا افا نم بنيوت ان ابس كوبس نيت كي ان ام ان اف نوت ان تيد في فتا غرو اجن نوس رو نوس نان ميشن روم بين مان سيو ان هيري
تيف سفيو إنو جاجتي رو صوفي سيت إنو اتشالف جين كون طبي بخريسو سريا جونت فكان إنو فينان إفورخن إو إريني كتاب فنشتين ناي كريي ليسو كيري إفلوغيسو نامين اسمو إرو اسمو إرو استيمي تاني أكون إفر جنبي اسمو ليترأف الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولادة الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة أيونغ المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة القديس العظيم الأنبر ويس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بنوتي أمين سشو أيها المسيح لهنا ملك السلام أعطنا سلامة قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن أجرنا من الشر والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم